السريه دو مونريال كندا. في الوقت الحالي انا مدير شركه اس اي ا تكنولوجي متخصصه في الصناعات في البوابات الاوتوماتيكيه للولوج بما فيها لي تورنيكي تريبو بحال هذا الشكل، كروار رابيد بحال هذا الشكل، بورتيون اوتوماتيك وغيرها. في الوقت كوفيد 19 وقت هذا الوباء فكرنا نصنعوا آلة لتحقيب اليدين اوتوماتيكية لأي شخص يتمنى الوجود دخول خاصو يحقق ميدي عاد آلة كتحلو باش يدخل. هذه الآلة يمكنها تستعمل في الإدارات، مؤسسات البنكية، وحدات الصناعية، متاجر كبرى وغيرها، ويمكن يتزاد ليها سيستم ديال قياس الحرارة، وما يمكنش للشخص يدخل حيت تكون عنده حرارة عادية ويعقم يديه بجوج، عاد تحلو بوابة ويقدر تستعمل بالطريقة الآتية. أنا موفر لي ديمونستراسيون. الشخص اللي باغي يدخل في يعمل الحرارة ديالو، حرارة عالية، عنده لاكسي، هو باقا مسدودة، خاصو يجي يدو ياخد لو جيل ديزانفيكتون، عاد كتحلو الداخل.